السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا شباب في محاضرة يوم 8 نوفمبر. It's the 8th of November. النهاردة المحاضرة مهمة جدا. It's a kind of a feedback على اللي حصل، وفي مستجدات كمان جميلة جدا. طبعا نتيجة إن أول يوم في البرزنتيشن كان كارثي. It was really bad. ما كانش كويس خالص. أنا امبارح بصراحة كنت من قمة الحزن، ما نمتش من حزني عليكم، مش منكم، عليكم. قعدت أروح البيت قلت دول هيتخرجوا إزاي وهم مش عارفين ينطقوا كلمة واحدة، مش عارفين يعملوا conversation، مفيش كلام. طيب هل تتوقعوا ان الأسابيع الجاية الوضع هيفضل كده؟ لا. طيب أنا قعدت أفكر طول الليل إيه الحل إن أنا أساعدكم، فأنا قررت إن أنا أزود امتحان عليكم غير البرزنتيشنز. فدي يا ريت مستجدات في الوضع، كلكم تعرفوا إن أنا زودت في المنهج one quiz، امتحان اخر الترم بعد ما تخلصوا البرزنتيشنز هتعملوا امتحان من خلال اللابتوب او من خلال الموبايل. لو انت معكش انترنت ان شاء الله باذن الله هجيب نت متحرك، تدخلوا على الباسورد اليوزر نيم اللي انا هشيره معاكم، وباذن الله ان شاء الله كلكم تاخدوا الامتحان. هتكتب اسمك وحضورك في اخر محاضره يبقى جزء من اعمال السنه. همتحنكم في ايه؟ بليز مع بعض كده نعرف الكلام اللي انا هقوله الجديد ده. في امتحان ليكم في الكونفرسيشن، يعني بمعنى اصح انا مش هكتفي بالبرزنتيشن سكيلز، هاويفر هعمل امتحان كونفرسيشن. بمعنى اصح هجيب لك امتحان صغير قوي حوالي 50 سؤال. ال 50 سؤال كلهم مالتيبل تشويس، الامتحان ياخد حوالي ساعه، عباره عن مواقف مختلفه. فانا هديكم كتاب هتذاكروه، الكتاب ده يجي منه امتحان كونفرسيشن. للاسف حضراتكم حتى الان مش عارفين يعني ايه ترانزيشن سيجنالز. قعدت اقول لكم واحنا بننقل من فكره لفكره نقول in the beginning so later on finally، ما لقيتش الكلام ده امبارح. في حاجات كتيره جدا ما لقيتهاش. So once again بفكر حضراتكم باول خبر تحفه ليكم، احنا زودنا المنهج وهزود كويز conversation كويز ليكم عباره عن written. For example لو حد حس ان هو تعبان يقول ايه؟ وديك مثلا 3 options: get well soon, all the best, bon appetit. هجيب لك أسئلة أكمل complete. So once again في الconversation بتاعك لما تدخل على حد بالليل good evening مش good night. أنا امبارح لقيت ناس مستواهم في اللغة ضعيف لدرجة إن هو بيقول لي مساء الخير good night مش good evening. يعني خدت بالكوا إحنا واصلين مستوى إيه؟ بعد كده مستوى beginners، مش هتتخرج من سنة تانية وأنت كده، مش هينفع نطلع تالتة وأنت مستواك ضعيف خلاص. في ناس لو هتعيد تانية اقعد بس اتعلم صح. فوانس اجين خايفين على حياتكم ومستقبلكم، جهز نفسك لامتحان جديد conversation. اللي بعديها تعال اوريكم طالب عامل presentation عامل ازاي. ادي طالب جد جدا، محترم جدا، عارف مستقبله كويس جدا، قال لي انا هعمل presentation. اتفضل اعمل presentation. شايفين بقى ده كده؟ تعال اوريكم presentation محترمه sample عامله ازاي، مقارنة بامبارح ان انا اسمع صوت كلاب وقطط في اول البرزنتيشن، ان انا اسمع اشوف برزنتيشن كلها صور. هل انا قلت ان البرزنتيشن كلها صور؟ لو حضرتك فاكر نفسك لسه في طالب في اعدادي في ثانوي، فابشرك مش هتتخرج من مادتي. مادتي مش هتخرج منها الا واحد نطق واضح، كونفرسيشن سكيلز كويسه، برزنتيشن سكيلز كويسه. طيب رقم واحد نكتب مع بعض، نبدا نكتب مع بعض. في 50 كلمة اديت لكم فيديو عليها، ال 50 كلمة داخلين في الامتحان. همتحنكم في آخر السنة في نطق الكلمات دي عن طريق فويس نوت. 2 هبعت لكم كتاب تذاكروه conversation. 3 من الأسبوع القادم أي حد مش هيمشي على التمبلت هتبقى مشكلة بجد. خلاص؟ وأنا كده كده عرفت رئيس القسم وكلمت الدكتور خالد إن أنا محتاج أعلمكم صح. مش بنجح. تعليم صح. نمبر 1 اهي عنوان واضح محترم جنبيه صوره هاديه جنبيه اسم الطالب. 2 تاني حاجه في السلايد outline of the presentation. يعني ايه outline؟ outline of the presentation معناها انا هتكلم عن ايه. اهو number 1 ايه تحديات سوق العمل، ايه المشاكل، ايه الحلول. الرساله النهائيه references. المحاضره مسجله عشان تتاخد عليكم، عشان لو حد قال لي انا ما اعرفش الكلام ده اقول لك اتفضل اهو في محاضره 8 نوفمبر ناخد حياتنا جد. وانس اجين اتفضل. اول نقطه دي هي عنوان اول جزء. طيب لما بجيب صور، الصور جنبها نقط بشرحها.
انا طالب بقلق وبتوتر، مش معناه ان انا اتكلم 20 ثانيه واعيط، واللي هيعيط هيشيل الماده عشان يتعلم يبقى كبير. امال اعمل ايه؟ امسك ورقه فاضيه واكتب بوينتس. تعالى اوريكم كده يعني ايه بوينتس. الهوانم والبشوات اللي كانوا قاعدين يقولوا لي من الموبايل، وامبارح بيقولوا لي مقالات ما ليس عليها علاقه بالبرزنتيشن. اكتب بوينتس. بوينتس يعني ايه؟ مثلا introducing product, financial problem. شايفين كلمات keywords. Example، لو انا عايز بعد كده اقول example من مثلا من مشاكل بتحصل social media ودورها في البيزنس. بعد كده هتكلم عن ايه؟ من حقك تمسك points مش تقرا جمل. البرزنتيشن معناه I present مش I read. اوكي. اللي بعديها البشوات اللي هيعيدوا البرزنتيشن دي، مش اول مره يعيدوا، ده ممكن يعملوا ادائهم يبقى وحش، فاطلب منهم يعيدوا تاني وتالت لغايه ما الاقي الفرص خلصت. اقول له باشا عيد معايا بقى الماده السنه الجايه ان شاء الله. بقولها لكم جد بوينتس مش اقرا. فاينانشال بروبلم، سوشيال ميديا، شايفين بوينتس. فكر نفسي بكوتيشن، من حقك تقرا الكوتيشن. طب ما تكتبها قدامي في السلايد. عايز تقرا كوتيشن اكتبها في السلايد واقراها معايا. ايه هي الكوتيشن مثلا؟ اهي hard work needs sacrifice. عادي اكون انسان فاهم صح، اتعلم صح. كوتيشن اكتبها في السلايد. مفيش حاجه اسمها تديني سلايدز عباره عن صور. انت مش طالب في حضانه عشان تجمع لي صور. في حاجه اسمها عنوان. بوينتس اهي الصوره جنبها بوينتس. ده الطالب كمان جايب لي تحت الصورة جوجل ايميجز، يعني كمان جايب لي مصدر الصورة منين، عشان عارف ان الطالب الجامعي ما ينفعش حاجة اسمها بلاجيوريزم. وامبارح هسألكم يعني ايه بلاجيوريزم، الاقي خمسة ستة اللي بيحضروا والواقف باقي مش عارف ايه ده. يعني ايه بلاجيوريزم؟ السرقة العلمية. اي حد هيجيب كوتيشن كلام مش بتاعه يحطه في علامات تنصيص كوتيشن ماركس ويفتح قوس ويكتب لي اسم الكاتب. اوكي ادي هو. يا سلام امبارح في برزنتيشن عبقريه اتعملت عن الحيوانات الاليفه، وجميله قوي الجزء اللي قال ايه، ادي الاحصائيه نسبه الناس الكلاب اللي ضاعت. اهو ده كلام شغل اكاديمي جامعي، احصائيات دراسات بتوضح ايه statistics competition صور statistics solution. شايفين؟ ولما جاب كوتيشن جاب اسم الكاتب ما بين اقواس عشان اعرف ان ده مش كلام بتاعه عشان ما يعملش plagiarism. وفي الاخر references. في حاجه اسمها ايه final message. مفيش حاجه اسمها انا نسيت. final message solutions statistics competition financial اهو. يبقى therefore اي presentation عباره عن صوره في الاول واسامي الطلاب اللي في الجروب وعنوان outline of the presentation نقط، واي حاجه اجيبها صور بتخدم الفكره، وبعد كده في الاخر final message انت عايز تقول ايه، وفي الاخر references، وفي الاخر ممكن تكتب thanks for listening any questions. ماشي. امبارح الاقي الجروب قاعدين يضحكوا وما بين presentation. انت بتضحك على ايه؟ ما انا ممكن بعد كده خليك تضحكي بقى وانت ان شاء الله معانا السنه الجايه نكون جد. احنا طلب الجامعه مش ابتدائي وثانوي. ومره تانية thanks for listening any questions thank you، وابتسامه هاديه، مش طالب منك تكشر ولا طالب منك تقعد تضحك طول الوقت. مره تانية اللي حصل امبارح كان كارثه في تاريخ جامعه القاهره ومش اقبله. يعني ايه صور بس؟ يعني ايه واحد يقول لي انا نسيت الفاينل مسج؟ يعني ايه واحنا كل شويه نقول كده ونطق ضايع؟ كويتشن، اي هاف ا كويتشن. طب ما انا مديك نطق الكلمات، ما تحترم التعليم ده. 10 دقايق مش عايزين تسمعوهم؟ ما انتوا قاعدين على السوشيال ميديا اتفرجوا كمان على 50 كلمه. طيب لو سمحت يا دكتور قصدك ايه؟ انا عايز التمبلت ده، انا عايز الشكل ده. طيب خد اللي بعديها، وكمان زودت ايه؟ وكمان زودت جزء اسمه conversation skills. ايه ده؟ يعني انت كمان زودت امتحان جديد؟ اه زودت امتحان جديد. ليه عملت كده فينا؟ عشان ما ينفعش اسيبك وانت طالع ومستواك قاعد تقول لي جود نايت دكتور محمد بدل جود ايفنينج، وقاعد تقول لي انريجن وصوت مش واضح. طيب انا عايز احسن الفلوينسي عندي اعمل ايه؟ تعالوا بقى نتكلم في الجزء الثاني. امبارح شفت كوارث في الفلوينسي. فلوينسي يعني الطلاقه. طلاقة مش معناها السرعة في الكلام. However, how to improve fluency. اكتبوا الكلام ده معايا، وبلاش طريقة لما اتخرج اخد كورسات. عيب.
عيب طالب من قسم انجليزي يطلع ياخد كورسات انجليزي، عيب. انت بتتخرج تدرس. How to improve fluency. Number one، اول حاجة خالص، في موقع اوكي اسمه TED.com. الموقع ده بعمل عليه ايه؟ ادخل اسمع فيديو، وانا بسمع الفيديو حاجة جميلة ان انا ممكن اقرأ السكريبت، يعني قاعد اقرأ السكريبت، I read the script وانا بسمع. وانا قاعد اقرأ السكريبت وبسمع هاخد حاجة اسمها vocabulary، اخد كلمات، اخد مصطلحات expressions، وانا بتكلم expressions vocabulary. وبعد كده بعمل حاجة اسمها record your voice، يعني بمسك الموبايل وبعد ما بتفرج على الفيديو، مدة الفيديو قد ايه؟ 12 دقيقة، مش حاجة يعني خالص. 12 minutes okay 12 minutes and then read the script and then اخد expressions و ideas و vocabulary. حلو. وبعد كده هوت، بعد ما طلعت الكلام ده كله اعمل ايه؟ بعد ما طلع الكلام ده كله ابدا اسجل بصوتي اللي انا فهمته، فاقول well and I want to. اول ما انا الاقيك بتبدا في اول كلامك في الكونفرسيشن بتبدا تقول and I على طول، يبقى انت مستواك كايلتس. نسيت اقول لكم الدكتور محمد خليل ما شاء الله 25 سنه خبره، صاحب 6 كتب في السوق في مصر والعالم العربي في طرق تدريس الانجليش والايلتس. اوكي، اول واحد يعني، انا مش بتكلم عن نفسي بس بديكم السي في بتاعي. فلما انا بقول لحضرتك انا لاحظت ان انتوا كلكم امبارح مستواكم بند 5 من 9، 5 من 9 معناه انت مستواك انترميديت. بند 5 من 9 في الايلتس لا بيدرس بره ولا بيشوف منح ولا بيشوف هجره ولا بيشتغل، يعني المستوى ده ما بيشتغلش، يعني ده بيعتبر مستوى فوق المبتدئ واقل يعني مستوى ضعيف. ليه؟ اول ما الاقي طالب and in this presentation I will انا بحاول بس افتكر اصل انا حافظ. هو في حد قال لكم ان الطلاق ان انا حافظ كلام؟ لا. طب علاجها ايه؟ واحد، هسمع واخد كلام واسجل صوتي، اسجل 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 لغايه ما تعمل حاجه اسمها flexing the jaw muscle. الطلاقه بتيجي من طلاقه اللسان مع الفك. فانت لما بتقول مثلا ايه well I'm a student this is why therefore okay let me tell you about the major problem we're facing. We are talking about the cultural identity, culture. بيحصل حاجه اسمها الفك وعضلات اللسان تبدا تاخد مخارج الحروف. عشان كده هوت كتير جدا جدا من حفظة القرآن والناس اللي بتروح الكنيسة والمسجد بيصلوا ومحافظين على الصلاة والقراءة تلاقي لسانهم مفكوك. أما الهوانم والبشوات اللي قاعدين في وضعهم على الموبايل على السوشيال ميديا وبيتكلموش كتير لسانهم تقيل جدا. الإنسان طليق اللسان، حافظ القرآن بمخارج الحروف، حافظ أبيات دينية، آيات دينية، أي حاجة، فتلاقيه على طول بيتكلم واجتماعي، فالصوت اللسان بتاعه العضلة بتاعت اللسان وفك أسرع. Therefore أنا يا محمد لما كنت في سنكم كان عندي مشكلة في التهتهة، وكان عندي كل شوية كل ما أعمل presentation وconversation أقول لغاية ما التيتشر بتاعي بهدلني وقال لي بص لازم تمس. أيام بقى ما كانش فيه بقى إنترنت وتيك توكس، إداني كاسيت وقال لي بص الكاسيت ده فيه عبارة عن خطب لناس، اسمع واكتب ولخص وسجل بصوتك. الاقي نفسي وانا بسجل اول مره بقول ايه اوكي ان ذس سبيتش اي ويل، مش عجباني اعيد تاني اعيد تالت. في خلال شهر لساني بقى خلاص اتعود. ان ذس سبيتش اي ويل توك اباوت، بيبدا يحصل حاجه بنسميها اسيميليشن او بنسميها في اللغه العربيه الادغام، اللي هو ادغام الحروف. مش تطلع وانت طالب في سنه تانية في قسم انجلش تقول in this presentation I will talk about ايه ده؟ ليه بتفرد الكلام؟ ليه بتفصص الكلام؟ انت مش مبتدئ، انت مستواك مفروض اصلا كايلس يكون 7،
عشان تسافر منح دراسيه وتشتغل في بنك وتشتغل في مدرسه انترناشونال تكون سبعه. سبعه يعني انت ما بينك وبين المستوى ده 6 شهور، وللاسف انتوا مش هتوصلوا له لو فضل كل المدرسين بيسقفوا لكم. اتعلم، اتكلم كتير، اتكلم بالانجلش. طيب انا لما كنت في الجامعه عملت حاجه اسمها ايه؟ انجلش كلوب. يعني ايه انجلش كلوب؟ جمعت 5 6 من زمايلي وقررنا ان احنا مره في الاسبوع لمده نص ساعه نتكلم انجلش بس، وكل واحد يتهته مع التاني لغايه ما بقى لسانك يفك. هي دي لسانك بيفك. طب اعمل ايه كمان؟ بدل ما اقول عندنا حاجه في علم الكونفرسيشن اسمها كونكتورز. يعني ايه كونكتورز؟ كونكتورز يعني روابط. بنستخدم حاجه اسمها فيلرز. بدل ما تقعد تقول لي and I next no اقول well so actually الانجليز بيقولوا ما بيقولوش عربي انجليز يقولوا and okay that's a good question but okay if we think about it we can say yeah that's a good question so the first point is طبعا انا بقى مش هقعد اتكلم عن مأساة البي والبي ده. انتوا يعني انا كمحمد مش فارق معايا تنطق مصري، المهم تنطق صح، بس السوق بره والشركات والشغل والبنوك هيبهدلوكم على بي وبي دي، ومش مش هيشغلوك، وهيقعدوا من وراكم يعملوا نميمه وغيبه ونميمه، يقول لك ده بيقول بي وبي ده قسم انجليزي ازاي. والله انا بقول لكم صوت الحق عشان خايف عليكم كأب. عشان كده البي والبي بتتعالج بطريقه معينه، ان انت مخك يكون مركز قوي ان the boy plays with the ball in the park. في طريقه عندنا بنحسنها في النطق حاجه اسمها tongue twisters، اللي انت بتنطق الحروف لغايه ما يبدا المخ، هي الموضوع كله في المخ، يبدا يحس بالفرق ما بين الصوت ده والصوت. يقول لك ايه؟ the boy plays with the ball in the park. مش عيب لو انت اول مره نطقته كله بي 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 لغايه ما تبدا تتظبط بقى. اوكي، in the blue sky there was a bird. I play with the bird. تقعد تكرر لغايه ما مخك يبدا يحس ان ودانك تبدا تفكرك. على فكره انا كنت زيكم، عندي مشاكل دي كلها اشتغلت عليها 2 شهر. الموضوع ان انت تستمر مش تبدا، ابدا واستمر كل يوم. سجل بصوتك: the boy plays with the ball in the park. Yeah, I go to the park. Park. يبدا الذاكره السمعيه تدخل المخ تسجل السوفت وير. ما دام انت ضحيه تعليم وحد جاي يقول لك الحل، لو ما حلتش هتبقى انت ضحيه نفسك. توقف عن لعب دور الضحيه وابدا غير نفسك. Park. Yes, ball in the park. Okay, this is a good presentation. مش طالب في سنه ثانيه يقول presentation. مش عيب ان انا ابدا اتعلم كلمات زي well, actually, however, for example, for instance, so, من الاخر, in a nutshell, and but I'd like to say that. وحاولوا تمطوا الكلام بدل ما تقول ده بنسميه fillers، وتسجل صوتك واسمع تيك توكس واسجل اسجل سجل. وبعد كده هو اخد بالي من ايه؟ اخد بالي من حاجه خطيره جدا. ايه هي الحاجه الخطيره؟ نطق الكلمات اللي بايظه عندنا. ايه ده، هو احنا عندنا نطق كلمات ضايعه؟ طبعا. مش اغرب من كده ايه؟ ان انا كمان مديكم 50 كلمه وبرضه بتنطقوهم غلط. طيب الاصرار على الفشل انت اللي هتشيله لوحدك. لما تقعد في البيت لما تتخرج وتجي لك اكتئاب حاد وما تلاقيش الفلوس اللي تتعالج بيها نفسيا، في هذه الحاله هتتصل تقول لي كان عندك حق. بس اقسم بالله امبارح انا بكيت حزنا عشانك. بس اتفضل، 50 كلمه جمعتها لكم. انا مش فاضي، انا بقعد اتفرج بس على الترندات اهو. واللي يقول لي امبارح كيدز، اسمها كيدز حلويات،
desserts desert wear انا ارتدي I wear مش wear امبارح ناس يقولك they wear wear category event that's a good event oh my god that's a good idea idea police youth truth northern southern okay I have a question اي حد هيقول question هوقف البرزنتيشن question اي حد هيقول event هوقف البرزنتيشن اقول له ما تكملش عيد repeater على طول repeater repeater للمادة ممكن repeater presentation بس نتعلم صح question month month كأن دي مش موجودة اهي month يا رعب رعب السنين امبارح حرف CH بتنطق تش وامبارح يقولك children children اسمها children children اي حاجة CH تبقى تش اي حاجة SH تبقى شين share world unfortunately pollution solution bus اوعى تقول الباص bus success dictionary determine we need to determine the problem inspire inspiration ما تقوليش اكسترا اسمها extra ما تقولش زي العوام سبايدر انت راجل متعلم اسمها spider I want to speak مش speak spicy food project statistics professor ايام الاسبوع بتنطقها غلط saturday sunday monday tuesday thursday friday colleagues colleagues hotel pizza next ما تقولش next now let's go to my next colleague الله ما انا مديكم الكلام ده ليه next next colleague afterwards library research اي حاجه سي اتش تش honest مرهق exhausted asia exhibition shopping mall suggestion head suggestion advice anxiety comfortable comfortable purchase study plan breathe government environment advantages ايه الهدف من البرزنتيشن the purpose 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 conversation vaccination children parents very important comfortable advice close he's close to me اتعلم صح environment university الكلام ده كله هيدخل في امتحان اخر الترم امتحان التخرج okay once again غير بقى كتاب الconversation انا هديه لكم غير ان انا عايز اطمن عن نطق المره الجايه لما انت تكون عندك بتتكلم دقيقتين ومش عارف تنطق واللي امبارح يقول بودي لانجويج بودي لانجويج اسمها بودي لانجويج 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 the first point is so the outline of the presentation مش اسمها برزنتيشن presentation my colleagues ابدا اسجل صوتي ابدا اتعلم صح أبدأ أخد بالي إن أنا عندي حاجة اسمها template للpresentation التايتل بصوت بصورة واضحة والصور هادية بعد كده outline عندي عناوين مفيش حاجة اسمها صور صور لوحدها يعني إيه صور لوحدها ويعني إيه presentation 3-4 فيديوهات هو أقصى فيديو فيديوهين ويعني إيه فيديوهات كلها تافهة ويعني إيه ناس تدي شوكولاتات هو أنت بتدي presentation لأولى ابتدائي يعني أنت لما تشتغل في شركة ده لو اشتغلته هتطلع شوكولاتة عشان العميل رد عليك واحنا مشروعنا فين؟ الساحل الشمالي برافو عليك خد شوكولاتة انا كده هستناك يقول لك انت مجنون يا ابني ولا ايه ما تتعدل معانا هتفتكر كلامي ده لو ما اترفدتش اصلا خليكوا ناس كبار مش بس انا لابس بدلة ولابس طيار الكلام ده فشل ده انا يهمني الشغل بوينتس 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 فاينل مسج في الاخر references This is what I say, a professional presentation. Hello, let me welcome all of you. Today, the title of our presentation is, okay, let me first give you, show you the outline of the presentation. So, واضح وبتكلم هادي. خد نفس وتكلم ببطء. أحسن ما تقعد تقول, and I, and, تعمل كده ليه؟ هتاخد نفس. تكلم بهدوء. عادي. اللي بعديها. 50 كلمة يتراجعوا اللي أنا قلتهم دلوقتي Next point السلايدز تمشي كده الفقرة الأخيرة
انا لو وريتكم الفيدباك اللي حضراتكم عملتوه امبارح هتتصدموا. كاتبين كلام جارح عن زمايلكم. ده انا بحمد ربنا ان انتوا كتبتوا الفيدباك ده، عشان اللي انا وصلني من سنه اولى ان انتوا كنتوا بتقولوا لبعض فانتستك، انت عظيم يا زميلي، انت عظيم. طب ما انت ما دام عندك اراء قويه وصريحه ما تطبقها على نفسك انت كمان. ما تقول لزميلك ده المؤمن مرآة اخيه، ما تطبلش الحد في الحق. ما تقول لزميلك على فكره انت كنت كويس ما شاء الله عليك، ساندويتش تكنيك وجميل، عجبتني السلايدز، عجبني الكونتنت، البوينت صوتك واضح. بس خلي بالك، نصيحه، خلي بالك ده كان في اخطاء لغه جوه البرزنتيشن. احنا كلنا بنغلط مش عيب، بس لو سمحت يا اخويا يا اختي يا زميلتي يا زميلي، بحمد ربنا ان انتوا اساميكم متشاله في الفيدباك. النقطه اللي بعديها هبعت لكم النهارده الفيدباك والفيدباك بتاعي، وتبصوا على الفيدباك بتاعي ان انا ببص على الكونتنت مقنع ولا لا، الفيديو طويل ولا حشو على الفاضي، صوتك ادائك مبتسم ولا مقشر، نطقك ادائك، هل انت في باشن ولا مفيش باشن. خلي بالكم، هل في انترودكشن بودي كونكلوجن اوتلاين واشرح فاينل مسج ريفرنسز. الصور بتخدم مش الصور بتغطي عن كلامي. الفيديو قصير ما يشتتش الناس، ولما بعمل فيديو اقول للناس ايه رايكم في الفيديو ده، شفتوا هنا بيحصل ايه؟ في بعض منكم ما بيعملش انتر اكشن، امال انا بدي برزنتيشن للجمهور، يبقى انا اعمل انتر اكشن. انتر اكشن انتر اكشن يعني ايه؟ امسك موبايل وانا بكلم الناس. ده انا لو واقف في محاضره معاكم وقعدت اشرح من الموبايل ما فيش حد هيبص لي، هتناموا. ليه؟ عشان المدرس لازم يبص لجمهوره. ما فيش اسمها برزنتيشن عيد عادي، حتى لو نص السكشن هيعيد عادي، اتصل بالدكتور خالد يديني اسبوع زياده على الترم خلوهم يقولي تاني عادي، مفيش مشاكل، قاعدين مع بعض احنا فاضيين. سو وانس اجين، لا تتعدل، اتعدل اتعدل، نتعلم صح. يبقى ديرفور الاسبوع الجاي هنشوف اكتر. شوف بقى، هل انتم محضرين ولا بتتكلم وتضحك ولا حاطط لي صور وبس؟ لا، اهو اوتلاين برزنتيشن اند كونكلوجن فاينل مسج. الصور بتخدم، الصور الفيديوهات مش طويله، الفيديوهات قصيره بس بتخدم الموضوع. اوكي، انا مبتسم وحاسس ان في باشن وفاهم. طيب ايه كمان؟ بص كده يا جماعه، عايز اوريكم كده بس حاجه في اخر المحاضره. طبعا النهارده انا هبعت لكم الفيدباك اللي زمايلكم كتبوه، عشان تشوف بس ان في ناس كتبوا ايه ده، ومن الناس دي طالعه بتهرج، واللي يقول ايه ده صوته مش واضح. لا اسمعوا بقى، اسمعوا الحته الجايه دي، اصل انا مبسوط قوي ان المحاضره دي مسجله. اسمعوا بقى، اسمعوا المفاجاه. واحد كاتب ايه؟ The slides is perfect. The students is good. انا بقى عارف انت اللي هو ايه، سيبك من الفيدباك، تعالى لي انت اللي بتكتب الفيدباك. هو انت مش عارف يا ابني ان از مفرد وار بلورال؟ نهر ابيض، هتتخرج كده يا ابني وتحمل اسم جامعه القاهره اللي انا بنتمي ليها وتشوه سمعتنا احنا؟ سلايدز از، ستودنتس از، يا نهر ابيض على الكارثه اللي احنا فيها. واحنا وصلنا ان انت مش عارف ما بين السنجلر وبلورال؟ ده انت يا ابني حبيبي روح لاخوك الصغير هيقول لك ايه زي موفر اولى ابتدائي، انت ما عندكش معلومات اولى ابتدائي؟ خدوا بقى، يعني انا قاعد اقرا دلوقتي الفيدباك. بصوا الجمال ده. يس هي هاف بودي لانجويج. ما معنى كلمه هي هاف؟ طالب في سنة تانية بيقول he have. أنا عارف من امبارح مصدوم عامل كده. he have يا طلبة إنجليزي، أنا لو بدرس علم نفس أو قسم ألماني، لا ألماني أحسن، لا لو بدرس قسم تاني هقول ماشي، مش متخصصين هتطلع تقول he have. طيب أنت عايز إيه مننا؟
انا عايز ان بعد ما نخلص البرزنتيشنز الاولانيه عندنا اسبوع راحه، البشوات اللي هيعيدوا، واخر ربع ساعه هعمل لكم امتحان جرامر خارج الماده كده، امتحان جرامر 30 سؤال هقول لك كده هي ار ولا هي از ولا هي ام. فاطمه، طيب دكتور محمد خليك حنين بليز، قول لنا ان احنا ناس عظيمه. لا مش هقول لكم ليه، عشان يعني يا بخت من بكاني وما بكاش الناس عليا. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن مرآه اخيه، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بس وانت مسؤوليتك قدام ربنا بس كده. وانا مش هخليك تتخرج وانت بتقول لي ايه ذا سلايدز از، سلايدز از ستودنتس از. بص بقى انا بس بقرا لكم دلوقتي، استنى هبعت لكم واقروا الفيدباك بس بامانه ما تضحكوا، انا خايف تضحك يطلع الفيدباك بتاعك انت. اوكي يعني ايه they have a body language؟ يعني ايه مثلا بقول لك ايه رايك في هذا الشخص؟ لا ما شاء الله عليه عنده مناخير وودان، هل دي اضافه بشريه؟ هل مثلا احنا نعيش في عصر مثلا الناس ما عندهاش ودان في ايد فدي انت بتتميز؟ يعني ايه واحد عنده body language؟ ما كل الناس عندها body language، اسمها poor good average he have he she it بتاخد هذا. اوكي المعلومه الاخيره بقى، المعلومه الاخيره ديت باذن الله ان شاء الله هتفهموها بعد ما تتخرجوا وتعرفوا الحقيقه بره. الكلمات بتاعت perfect واكسلنت واميزنج ما فيش حد بره بيستخدمها، يعني ما فيش حد بره يقول لك ايه اخبار الشغل، perfect انت اميزنج انت اكسلنت، الافوره دي مش موجوده. طبعا انت لو سافرت بره ربنا كتب لك ان انت عايز تدرس بره عايز تهاجر، مش موجوده في ثقافتهم، في ثقافتهم في الثقافه الانجليزيه اللي انت بتتعلمها الكلمه تدخلك الجنه وتدخلك النار، دي في ثقافتهم. فانت لما تكون شايف ان في واحد لسه في اول اسبوع واداؤه متوسط تقول بيرفكت اكسلنت اميزنج، فانت تؤثم على هذا، ما تقول they were good very good average above average okay they were professional they were not very serious good average. لكن كل الكلام perfect 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 معناها ايه؟ perfect معناها ما فيش غلطه. ناخد بالنا من الفاظنا. انا كواحد بدرب المدرسين في الجامعه الامريكيه، لو في مدرس في الاي يو سي عندي قال الجمله دي للطلاب ممكن يتحول تحقيق، اقول له انت ازاي تقول للطلبه بتوعك انتوا perfect؟ ما فيش طالب perfect، في اسمها they're good very good excellent really excellent، بس ده بعد ما يتعبوا. كل الدنيا عندكم perfect perfect excellent، في حاجه اسمها exaggeration. ابص بص الكلام ايه، amazing perfect amazing رائع amazing amazing، الكلام ده مش professional، اسمها good professional interesting topic well prepared not well prepared perfect perfect they were good perfect perfect perfect. مين قال لكم كلمه perfect دي؟ دي بتوصل لحاله معناها هي حاجه جميله. يعني انا مش يعني مش عايز اوريكم بقى ناس كاتبه they was، دي بقى مستوى ان شاء الله اولى ابتدائي هنرجع له برضو، اسمها they were. بصوا يا شباب قبل بس ما اقفل معاكم فكر حضراتكم he و she و it بتاخد is و was و does و was I و we و they و you are I was he was she was it was we were they were you were. المفاجأة ليكم بقى إن students are و student واحد is. بالمرة بقى نراجع منهج إيه؟ أولى كي جي 1، والمرة الجاية بإذن الله إن شاء الله نبدأ نحفظ A B C D لغاية Z، ونبدأ بقى نربط الـ A مع الأبل والـ B مع البنانا. طيب. بعد كده أهوت interesting videos. Okay. في ناس بقى professional، في ناس بجد كانت كويسة علقوا على ال content ال videos ال references ال final message outline. في ناس كانت موضوعية they're good but their voice was not clear. في ناس كاتبة حلو feedback مقنع مش perfect perfect مش اسمها كده. Therefore المرة الجاية أنا هبص على المحتوى والفيدباك، المحتوى وطريقة كلامك وابتسامتك الهادية، وأتكلم على اللغة بتاعتك وأشوف النطق بتاعك
وعلى الريفرنسز والاوتلاين والبرزنتيشن والصور والفيديو مدته قد ايه، بيخدم ولا ما بيخدمش، وهل في انتر اكشن ولا لا. في بعض منكم كانت ناس عظيمه، انتر اكشن حد يرد عليه اقول له ثانك يو، مش انتر اكشن اوكي، ما فيش اسمها اوكي في الثقافه بشكل عام، ما فيش حاجه اسمها اوكي، في حاجه اسمها جزاك الله خيرا، شكرا، اعتذر لك، ثانك يو فيري ماتش، ابريشيتد، ما فيش اسمها اوكي. Okay, that karad conversation is not. So once again, so what do you think? Do you believe that we have pets? Yes, of course. Okay, thank you. Yes, I totally agree with that. But شايف باخد ودي في الكلام، عايز اشوف الحالة ديت. طيب once again, بإذن الله هبعت لكم الفيدباك، لو حد عنده أي أسئلة يبعت لي على الخاص. المحاضرة دي مسجلة وهبعتها لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.